السلام عليكم. زار وزير الأشغال العمومية السيد الأخضر الخلوخ مشروع نتاع طريق السيار اللي يربط مدينة تيزي وزو بطريق السيار شرغب على مستوى الجباحية على امتداد حوالي 50 كيلومتر. إذن زار الوزير المشروع هذا ووقف على مستوى تقدم الشغل به وصرح أنه فيه برنامج لفتح الشطر من طريق السيار هذا بطول 19 كيلومتر ما بين مدينة دراع الميزان وطريق السيار، يعني نقطة كيلومترية رقم 19 إلى نقطة كيلومترية رقم 48، إذن على مستوى الجباحية. إذن هذا الشطر هذا سوف يتم افتتاحه قبل نهاية السنة هذه 2024، وللعلم أن هذا الشط يحتوي على الجسر العملاق تاع الجباحية اللي الأشغال راهي في جد متسارعة للانتهاء منه، وفيه بعض الأجزاء أخرى كذلك بدأت العملية تاع وضع التجهيزات تاع الطريق. إذا إن شاء الله تكون البرنامج هذا يتحقق في الانتهاء من هذه الأشغال وتسليم المشروع ككل في القريب العاجل لما له من فائدة كبيرة على يعني البلاد والعباد. نخليكم تتابعوا التقرير نتاع الإذاعة الوطنية حول الموضوع، والسلام عليكم. إنجازي محول من الطريق السيار الذي يربط ولايتي البويرة وتيزي وزو بالطريق السيار شرق غرب في شطره الأول الذي يمتد من الجباحية إلى ذراع الميزان. المشروع الذي يمتد على مسافة 19 كيلومتر يشهد وتيرة متسارعة في الإنجاز لتسليمه في أجله المحددة. المشروع هذا يمر حول تراب ولاية تيزي وزو ب 36 كيلومتر وولاية البويرة ب 12 كيلومتر. نسبة تقدم الأشغال النسبة الإجمالية هي مقدرة ب 62%. على مستوى هذا المقطع هناك من المقاطع اللي تحظى بالأولوية، لا سيما المقطع الممتد بين النقطة الكيلومترية 29 بدراع الميزان إلى النقطة الكيلومترية 48 بجباحية على طول 19 كيلومتر. وتيرة جد متقدمة، شفتوا هنا عندنا لو كونتورمون دراع الميزان راهم فوا دشافمون، عندنا اون اوتر سيكسيون ثانيه من 19 كيلومتر اللي كونسيديري سي اون سيكسيون يعني بريوريتار، اون فالا ليفري ان شاء الله ديسي مقبل نديرو يعني مجهودات يعني انورم يعني بور لافوار مقبل اخر سنه ان شاء الله. بعد رفع العراقيل عاد هذا المشروع الى الواجهه الحيويه بمسافه اجماليه تصل الى 48 كيلومتر وهي طول المشروع. وشفت الاشغال اللي كانت هي بالحقيقه كانت متوقفه، وحنا عندنا بعثنا من جديد انطلاق الاشغال هذه اللي انطلقت من جديد بعض الاسابيع من قبل، وشفت مدى تقدم هذا الاشغال. احنا وراني متفائل بهذا المشروع هذايا اللي رايح يفك الخناق ويخلي المستعملين الطريق يتوجهوا وخاصة للشرق الجزائري من مدينة تيزي وزو يتوجهوا بكل ارتياحية. المشروع في أبعاده الاقتصادية سيسهم بعد إنجازه في تنشيط التبادلات التجارية ويخفف من سيولة الحركة المرورية على المواطنين. هذا هو عيني فوزي ونفسه 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 ونفسه